السلام عليكم. يا للوجع في الصغيرة والكبيرة، هذا الزعيم لا يتنازل عن بطولة وللآخرين لا يدع. يا للوجع، يكررون أمامه الخصوم فيكرر ابتلاعهم كقرش جائع لا يعرف معنى للشبع. تغيروا، تزينوا، تبدلوا، نافسوا، كلهم في موعد الهلال بقيت آثار أوجاع اللذع. الهلال وبعد أن للبطولات ابتلع، اليوم الزعيم في البطولات ابتدع وأعاد تعريف البطل، فأصبح أعتى الأبطال هو من يهزم الهلال كبطولة جديدة تعني إيقاف ويلات الوجع. قبل ليالي العيد يستمر الوجع، الهلال يسطع ويعايد عشاق الأزرق بالنصر ويعبر إلى نهائي كأس الدرعية قبل ما تنتهي المباراة. مبروك يا زعيم.